يوم 5 مايو اللي فات اتعرض اسرائيل لاكبر هجمه صواريخ ليها من 48 ولحد النهارده، اكتر من 130 صاروخ اتضربوا في اقل من 5 دقائق. بيهددوا امن العاصمه تل ابيب، وده شيء كان نادر الحدوث على ايد المقاومه الفلسطينيه. ايه اللي حصل وازاي قدرت المقاومه الفلسطينيه مش بس تتغلب على منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلي، بل وتتغلب على جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الشباك قهوتك حصلت. اسرائيل بعد اللي عملته في حي الشيخ جراح كانت فاكره ان الموضوع ده هيعدي عادي، وخصوصا في دول عربيه كتير في الفتره اللي فاتت طبقت مع اسرائيل، وبسبب اتفاقيه ابراهام اسرائيل افتكرت ان خلاص هتعمل اللي هي عايزاه. ولكن حركه زي دي حرفيا وضعتها قدام وش المدفع او وش صاروخ الله اعلم في ضرب 1200 صاروخ في اقل من 48 ساعه، ده رقم المفروض يتسجل في موسوعه جينيس اصلا. شد الجوانا محمد وادعي لي ربنا ياخدني. طبعا في اسئله كتير كلنا بنسالها، زي ان ازاي منظومه الدفاع الجوي القبه الحديديه ضعفت انها تتصدى نقل بسيط جدا من الصواريخ ده، والسؤال الاهم ايه هي المقاومه الفلسطينيه وازاي قدرت تجيب كميه الصواريخ المهوله دي اللي بعض المحللين بيقولوا انها توصل من 20 ل 30000 صاروخ، وازاي كمان قدرت المقاومه انها تصنع اسلحه على ايديها وتدخل صواريخ زي شهاب 200 اللي مدى بيعدي ال 200 كيلومتر وده يعدي تل ابيب اصلا. تعالى واحده واحده كده ونجاوب الاسئله دي مع بعض. اول سؤال، ازاي منظومه القبه الحديديه فشلت في التصدي للصواريخ؟ طبعا الموضوع كان مفاجئ للعالم كله وهيسبب لاسرائيل خسائر بالمليارات، لان اسرائيل دوله من الدول اللي بتصنع سلاح وبتصدره لدول زي البرازيل والهند. كان في كلام ان الدول العربيه ممكن تستورد القبه الحديديه زي السعوديه عشان تدافع عن نفسها من ضمن صواريخ الحوثي الايراني. مش انا يا حبيبي. ايوه طب ازاي منظومه بالتطور ده كله اللي بيوصل الصاروخ فيها تكلفته من 50 ل 100000 دولار ما تتصداش صواريخ تكلفتها قليله جدا، المنظومه اللي امريكا بذات نفسها اشترتها؟ انا صحيح هي امريكا عملت ايه للتصدي للهجوم ده؟ لا الصراحه عملت، امريكا سحبت 120 خبير عسكري من اسرائيل ترجعهم تاني لامريكا خوفا عليهم. اسرائيل في ايه؟ لكم في عونك يا شيخ. الوحده الواحده من منظومه القبه الحديديه تحتوي على اربع بطاريات للصواريخ، تشيل 20 صاروخ من نوع تامل لتكلفه اطلاقه وتشغيله ما بين 50 ل 100000 دولار، واسرائيل لحد دلوقتي مش عايزه تكشف عن التكلفه الحقيقيه للصاروخ ده عشان ما تتفضحش. وده مش كلامي، ده كلام المحللين السياسيين، هسيب لكم مصادرهم تحت في لينك الديسكربشن. وقت الهجوم على تل ابيب كان في اكتر من 15 وحده من منظومه القبه الحديديه بتحمي تل ابيب، يعني انت بتتكلم في اكتر من 1100 صاروخ، ومع ذلك ما عرفوش يتصدوا للكم الهائل من الصواريخ. لا اله الا الله. وعمليات الاغراق اللي منظومه القبه الحديديه معمولة عشان لا إله إلا الله، عمليات الاغراق دي اللي هو ضرب اكتر من 100 صاروخ في نفس الوقت. طبعا خسائر اسرائيل في الليله دي بس كانت مرعبه، ليله 11 مايو خسرت اسرائيل حوالي 160 مليون دولار غير قفل اكبر مطارين في اسرائيل منهم مطار بن غوريون ونزول الشعب الاسرائيلي كله تحت الملاجئ. طب دلوقتي احنا عرفنا منظومه القبه الحديديه، اهم سؤال بقى المقاومه جابت الصواريخ دي منين ولو صنعتها صنعتها ازاي؟ لو انت فاكر المقاومه الفلسطينيه مقاومه عاديه احب اعرفك اكتر عن المقاومه الفلسطينيه. هي جيش قوامه 40000 مقاتل و400 فرد قوات خاصه بحريه مسلحين باكتر من 7000 صاروخ وده المعلن عنه، منهم 300 صاروخ مضاد للدبابات، 100 صاروخ مضاد للطائرات. في تقارير بتقول ان المقاومه الفلسطينيه معاها اسلحه مضاده للسفن زي صاروخ C-704 الصيني، مقاومه معاها صواريخ مضاده للسفن، انت متخيل؟ الملفت هنا ان في جزء كبير من الصواريخ دي بيتصنع جوه قطاع غزه نفسه، عندك زي صواريخ قسام 1 و2 و3 اللي بيتراوح مداهم من 3 كيلو لحد 21 كيلو، وصواريخ ثانيه اكبر زي R-160 مداها 160 كيلومتر، M-75 مداها 75 كيلومتر، صاروخ فجر 5 فجر 5 سي موجه، صاروخ CG-55، صواريخ M-302 بي ودي السوري، صواريخ براق مداها 120 كيلومتر، ونختم بصاروخ شهاب 200 اللي بيعدي المدى 200 كيلومتر وده بيعدي تل ابيب اصلا. ولازم تعرف ان المسافه بين تل ابيب وقطاع غزه حوالي 75 كيلومتر، ونص الصواريخ اللي احنا بنقولها دي بتوصل لتل ابيب اصلا. ده جاي لنا بقى برضه، انت لسه بتسال وبتقول الصواريخ دي جابوها منين وطوروها ازاي؟ لازم تعرف ان المقاومه الفلسطينيه ليها باع طويل جدا في تطوير وصناعه الصواريخ على ايديها من ايام انتفاضه الالفينات ولحد النهارده، انت بتتكلم في اكتر من 20 سنه من صناعه وتجربه وخبره. غير ان في مصدر مهم جدا ادى لحركه حماس وهي تعتبر فصيل المقاومه الاكبر ديتها عقد نقل تكنولوجيا التصنيع هو غزه، وهنتكلم عليه كمان شويه. باقي الصواريخ بتوصل لغزه ازاي؟ قرار وزاره الدفاع الاسرائيليه بتقول ان في طريقتين مهمين غير الطرق الانفه، تيجي من الموانئ اللبنانيه والموانئ المصريه. ايه ده يعني مصر بتمد المقاومه الفلسطينيه بسلاح؟ مش بالظبط. لو تفتكر فيلم الجزيره 2 في حوار ما بين خالد الصاوي وخالد صلاح ان الحكومه مطنشه ان في حركه تهريب سلاح بتوصل لقطاع غزه عشان هم هيحاربوا، يعني احنا واكلين عيش وملح سوا مع الحكومه والانفاق تشهد. والله يا محلاله الانفاق. لا انسى الشغل بتاع زمان ده، مفيش حكومه هتعمله دلوقتي لا معاك ولا مع غيرك. وده اللي كانت فعلا بتعمله جماعات مسلحه وجماعات تهريب، انها بتهرب السلاح من على الحدود المصريه في سيناء وبتوصله لقطاع غزه، والدوله ما كانتش عندها مشاكل، ولكن بدات تحجمه جامد من بعد 2014 والحركات الارهابيه العمليات الارهابيه اللي زادت جوه سيناء. احنا ممكن نشيل موضوع مصر ده على جنب شويه، لان العامل الاساسي هو لبنان. طب واشمعنى لبنان يعني؟ لان لبنان فيها فصيل مهم جدا المقاومه وهو حزب الله. حزب الله هو اقوى قوه مسلحه في لبنان كلها، حتى اقوى من الجيش اللبناني، وهو اللي يقدر ياخد قرار الحرب ودج البلد كلها في حرب زي ما حصل في حرب تموز 2006، الحرب اللي دخلتها اسرائيل عشان تجتاح جنوب لبنان
السودان وانسحبت بعد 33 يوم بعد ما ضرب حزب الله صواريخه على تل ابيب اللي وصلت لاكثر من 4000 صاروخ. فانت قاعد بتاكل في تل ابيب عادي وتلاقي صاروخ عدى من فوق دماغك عادي جدا. وانسحبوا بعد 33 يوم من الغزو ده. وده اللي خلى اسرائيل تفكر في منظومه القبه الحديديه. يعني هو مين اللي بيدعم بقى حزب الله ده؟ ولازم نتكلم عن النجم بتاعنا هو ايران. ايران عندها حلم بسط النفوس الشيعي في المنطقه العربيه كلها ودعم اي فصيل مسلح شيعي بالسلاح والاموال اللي هو يحتاجها زي ميليشيات الحشد الشعبي في العراق والحوثي في اليمن حزب الله في لبنان. حزب الله كان ليه نصيب الاسد زمان ولكن الموضوع قل شويه دلوقتي او احنا كنا فاكرينه قل. ايران قدرت تتعاون مع حماس وكانوا بيبعتوا لهم سلاح نوعا ما. هل امريكا واسرائيل ما كانوش يعرفوا؟ لا كانوا يعرفوا بس كانوا فاكرين الحجم ده قليل. كانوش يعرفوا الضخامه والتعاون بين الاثنين اللي وصلت لنقل تكنولوجيا تصنيع صواريخ باليستيه ايرانيه داخل قطاع غزه. ان ايران واحده من الدول اللي عندها برنامج قوي جدا لتصنيع الصواريخ الباليستيه ولو حابب نتكلم عنه في فيديو ثاني يا ريت تقول لي في الكومنتات تحت لان الموضوع جامد جدا وده اللي بيخلي السعوديه مش عارفه تنام لحد النهارده. يا عم ازاي اسرائيل والمخابرات الاسرائيليه والامريكيه مش عارفه ان كميه الصواريخ دي موجوده في قطاع غزه؟ والله ده مش كلامي ده كلام المحللين السياسيين حسب تقرير صحيفه التلجراف اللي هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت يا ريت تخش وتقرا المقال. والمحللين بيقولوا ان عدد الصواريخ ممكن يوصل من 20 ل 30000 صاروخ سواء كانوا مصدرين او مصنعين محليا. الغريبه هنا ان عدد الصواريخ ده كله ظهر فجاه والصواريخ دي اكيد كانت بتعدها حماس لحاجه معينه بس هم كانوا مستنيين ايه؟ الغريب اكتر ان اسرائيل دلوقتي بتلمح بعمليه بريه داخل قطاع غزه. الاغرب منه ان حماس مش فارق معاها وهي مستعديه لحاجه زي كده بمنتهى القوه. ونقدر نقول باستناد على الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان اسرائيل لو دخلت قطاع غزه هيحصل لها نفس اللي حصل لها في جنوب لبنان على ايد حزب الله لان الصواريخ اللي كانت مع حزب الله نوعا ما هي اللي موجوده دلوقتي في قطاع غزه. اسرائيل ما بقتش بس مهدده من ايران بقت مهدده من مكان قريب جدا يبعد عن العاصمه تل ابيب 75 كيلومتر بس. ده اللي مسبب زعر لحكومه نتنياهو وللشعب الاسرائيلي كله. اسرائيل حاليا دلوقتي تعتبر قبل قوسين او ادنى من التفكك وده سبب اللي بيحصل بين الاسرائيليين وعرب 48 اللي نازلين ضرب في بعض شوارع اسرائيل كلها مش بس في تل ابيب. الرقم من 20 ل 30 صاروخ ده فكرني بحاجه كده. ده نفس الرقم اللي قاله حسن نصر الله اللي مسك حزب الله وقال ان معانا اكتر من 20000 صاروخ مستعدين نواجه بيهم الاحتلال الصهيوني. سبحان الله على الصدفه. وكان ايران وحزب الله عارفين يتغلبوا على اسرائيل ازاي. يا عم انت عمال تقول لي حزب الله وايران هو العرب مش موجودين ولا ايه؟ اتقل عليا. واحده من اقوى الدول المتواجده بشكل دبلوماسي دلوقتي هي الدوله المصريه بتصريحات اول مره توجهها بالحده دي للكيان الصهيوني زي ان العربيات الاسعاف اللي خارجه من معبر رفح ورايحه غزه دي عربيات تبع الجيش المصري. يعني لو اتضربت اكنك بتضرب في الجيش المصري نفسه. الفرق الشاسع بين الموقف الحالي للدوله المصريه والموقف اللي كنا بنتعرض له لاكثر من 20 سنه ما كان بيمود لنا جنود على ايد طلقات طايشه من جيش الدفاع الاسرائيلي اللي كانوا بيضربوا جنودنا ورجعوا يعتذروا بعدها. واخد بالك من فرق المواقف؟ مش بقول لك ان احنا بقينا احسن بس انا شايف موقف زي ده كويس كتير. غير ان الوحيده في الدول العربيه اللي بدرت بالتحدث مع حماس كانت مصر وقدرت نوعا ما تقعد معاهم بشكل دبلوماسي. هل الموضوع خلص لحد كده؟ خلص ايه؟ ده احنا لسه بنبدا. ولازم تاخد بالك ان المقاومه الفلسطينيه مش بس نجحت انها تضرب عاصمه تل ابيب وخلاص. شويه مقاومه بتلعب حرب عصابات انها وصلت ليفل حرب العصابات لمستوى جديد جدا مستوى قادر يلعب مع جيش اقوى 20 جيش في العالم ويحط فيه خسائر فادحه جدا. المقاومه مش بس قدرت تتفوق على منظومات الدفاع الجوي الاسرائيليه بل هي تفوقت على الشباك الاسرائيلي واجهزه الاستخبارات الصهيونيه لان اجهزه الاستخبارات فشلت في تحديد عدد الصواريخ واماكنها اللي طلعت اكبر بكتير ومعرفتش تقيم عدد الطرق والانفاق والشبكات اللي تحت الارض والمصانع وورش الخراطه اللي بتصنع الصواريخ دي. طبعا قلنا ان اغلب الصواريخ دي صواريخ ايرانيه اللي وصلت اصلا لطائرات مسيره. قطاع غزه بقى معاه طائرات مسيره. طب ما تعمل مقاومه فلسطينيه خدت كل الدعم ده من ايران. ايران جابت التكنولوجيا دي كلها منين؟ لو عايز تعرف ده وعايز تعرف البرنامج الباليستي الصاروخي اللي بتشتغل عليه ايران يا ريت تقول لي تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل سبسكرايب لان ده فيديو هيبقى جامد جدا. تحيه لاهل غزه والوطن العربي كله.